هي بدي اصير رئيس. يعني شراكه. اتجوز الثانيه بس بدك تسمح لك تزوج الثانيه؟ ايوه شوف المصاري تسمح ما في مشكله. لا قولي لي اتجوز ما راح اتجوز لانه ما استجري. اول شيء خليني اتصل على امي اساله. ليش كثير صعب عليك شو تعمل؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم سوريا بالقلب. بتراثنا وثقافتنا العربيه كثير من الامثله الشعبيه الطريفه بتعبر عن قصص وحكايا صارت بعصور وازمنه مختلفه. وبحلقتنا اليوم رح نعرف شو هي الأمثلة الطريفة الأكثر استخداماً عند السوريين. خليكن معنا لنشوف سوا. الحمد لله تمام. تعرفنا عن حضرتك باين من التمام انه من الشام. اي والله من الشام عرفتي. اهلا وسهلا عمو. من وين من الشام؟ والله انا من الميدان. من الميدان. أيوة. يعني من جوا السور بيقولوا. من جوا المدينه القديمه. اها حلو. شو اكثر شيء بتشتاق له بالميدان؟ يعني سندويشاتها ولا سجقاتها ولا والله كل شيء حتى هواها. ايوه اكلاتها وشرباتها والحلوياتها. اوه والمشاوي وكله كله حكاية تانية بالميدان. كل شيء طيب وكل شيء يعني لذيذ. اي والله اي والله صدقتي. بدي اسألك عمو كيف ملاقي هون الأجواء؟ شو عم تساوي يعني احكي لي؟ والله الحمد لله يعني صار لي أنا 4 سنين هون الحمد لله فاتحين هون المحل والحمد لله أمورنا ماشية الحمد لله ما في شيء. الإلكترونيات هي شغلتك كمان كانت بالشام ولا هون؟ لا والله أنا مترجم لغة إنجليزية مع لسان صدر إنجليزي من 1985. الله يسلمك. ومعي ابني الله يسلمه هو مستلم الالكترونيات. انا مستلم الاداره. انا مستلم الاداره. ايوه. عسيره الولد كان كثير قبل يحكوا لنا امثال شعبيه. نعم. او كثير نحن بنستخدمها بسوريا الامثال. شو اكثر مثل بتحس انك بتضل بتقول له يا لابنك؟ والله بقول له يكون دائما جدي ويكون دائما عنده امل بالحياه وما يياس ابدا. يعني قبل كانوا الاهل بيضلوا يقولوا لنا تبع انت ادن من طين وادن من عجين او هيك قصص. في شيء مثل كانوا اهلك يقولوا لك يا مثل شعبي يعني؟ والله كانوا يقولوا لي فرخ البط عوام. شو كنت عم تقلد هون؟ انا بقلد الوالد والله الحمد لله. كان الوالد يعني كثير مستقيم وبحب العمل وبحب المسابر بحياته. مجتهد ومسابر. عظيم. بابا طلعت فرخ البط عوام. الحمد لله. شو شايف ابنك كمان فرخ البط عوام؟ والله بتمنى لابني يكون احسن مني. لا حتى احسن من يعني ما شاء الله. احسن من هيك ما شاء الله ما في. لا الحمد لله ابني ما شاء الله وكل اولادي الحمد لله بيرفعوا الراس وبفتخر فيهم. خاصه امين ما شاء الله يعني بيصمم مواقع وبالالكترونيات وما شاء الله. وهذا الجيل بتحسه كله رقد على المواقع وعلى الالكترونيات وتصميم وجرافيك وهي القصص. يعني مخهم كتير احدث ما. والله عندي الثلاثه ما شاء الله هيك. حلو. الثلاثه اللي عندي محدين ما شاء الله بالجرافيك ديزاينر. وامين شو اسمه بيصمم مواقع. وعندي مؤيد كمان بالرسم وبالجرافيك. حلو عظيم ما شاء الله. عمايلها ومخهم الجماعه يعني مظبطين الوضع. كل هالجيل هيك. اي والله. اي احسن من بلبا. الحمد لله. اي والله. مرحبا. اهلا وسهلا. كان عم يحكي لي الوالد قد ايه بتصمم مواقع وهيك. شو بقى احكي لنا؟ هلا انا والله الحمد لله يعني انا بشتغل بمجال برمجه المواقع فريلانسر وبشتغل طبعا بالمحل هون مستلم انا الصيانه والحمد لله يعني شوي بنطور حالنا. تعلمت تعليم يعني ولا امتهنت ولا كيف انت حبيت انه انا خلاص انا بدي صير صمم مواقع انا بدي صير اعمل صيانه انت يعني كيف خطرت على بالك؟ هي بصراحه برمجه المواقع بالنسبه لك هوايه وان شاء الله عملي المستقبلي. وبمجال الصيانه تقريبا انا صريت 3 سنين او سنتين هون بالمحل فانا طورت حالي حتى بمجال يعني هو كله بيودوا على بعض يعني بالفكره. فانا تقريبا الحمد لله يعني بمجال صيانه اللابتوبات كمان بقدر اشتغل فيها طبعا.
حصرا لابتوبات ولا كمان موبايلات؟ لا, لا, لا موبايلات لا حصرا لابتوبات حاليا. ايه شايف انا شايفه يعني قدامك ثلاث لابتوبات ما شاء الله. هدول كلهم بقى عم تزبطهم هيك؟ والله ايه هدول كلهم صيانه. خلص من يوم رايح بصير جيب لابتوبي لهون. تشرفينا. الله يسلمك يا رب. بدي اسالك شو اكثر مثل شعبي بتضل بتسمعه من والدتك والدك رفقاتك او مثل ما بيقولوا كونك ابن محلات وهيك ابن سوق يعني بتسمعه بالسوق؟ لا هو في مثل شعبي كثير حلو يلي هو اجى لي كحلها امامها. هذا المثل كثير يعني بحسه واقعي وكثير بيصير يعني. لا يعني بيصادف احيانا بيجي مثلا زباين بيجي واحد انه عم يساعد او شيء عم بيجي لي كحلها بيعميها. هي الفكرة. شو بيقولوا كمان هدول بقى البياعين بالسوق انه ارخص من الفجل. من الفجل. ايه وهذا كمان بيستخدم انه يعني كثير رخيص. ايه انه ارخص من الفجل شو بدك ارخص من هيك إيه مثلا نستخدمه بالاجهزه. هو اكثر رخص هو رخص الخضره الفجل بالخضره يعني ما في ارخص ما منه. ملح ارخص لازم بس بيستخدموا الفجل لازم. من وين جابوه ما هي بقى بتحس انه هيك يعني اهانه انه ارخص من الفجل يعني. من وين من حلب ملهم؟ من حلب الجديده. حلوة حلب الجديدة بسمع عنها كتير. طبعا اكيد حلوة كتير يعني مدينة حلوة. تشتاق لها؟ كتير بسمع. بتحس انه هون شوي بتشبهها؟ طبعا غازي عنتاب مدينة غازي عنتاب حلوة كتير ومثلها مثل حلب يعني ما بيفرق عنها شيء. بس انه كمصغرة عن حلب. بس الناس بيفرقوا. طبعا اكيد هون الناس الاتراك من كل النواحي يعني كراد واتراك وهيك واللغة بتختلف. في انواع كتير يعني. ما شاء الله الحلبية احتلوها احتلال غازي عنتاب يعني خلص عن جد صرنا نحس انه هون حلب يعني على الهواء على النفس على المحلات على المطاعم على الاكل بكل شيء صرنا نحس حلب. اكيد لان نسبة السوريين هون نسبة عالية كتير وكمدينة غازي عنتاب بما انه قريبة على سوريا وعلى حلب فكل العالم اختاروا انه تكون قريبة على سوريا انه بعد سنة بعد شهر شهرين او سنتين تخلص الحرب ونرجع وما خلصت الحرب فكل العالم استقرت هون وفتحت اعمال وشغل عم تستمر. بتحس انه هذا الشيء كتير حلو يعني انه عم نقدر نحاول نلم بعضنا ونجمع بعضنا ويعني نعمل شيء بيشبه الحياة بعيد عن بلدنا. هذا اكيد شيء حلو انه المجتمع يعني السوري والشباب السوري انه عم يروح على غير دولة وعم يقدروا يفتحوا عمل وشغل ويشتغلوا ويكونوا سابرين يعني شيء كتير حلو شيء كبير بالنسبة لنا السوريين يعني. شو بتشتغل انت هون بالعادة؟ انا بستورد من الصين ومن الهند وبصنع اكسسوارات مجوهرات تقليدية مجوهرات نسائية مثل هذا الشيء. كتير حلو عم شوف عم يلمع. أكيد هذا الاكسسوار بيكون تقليد الذهب نفس الموديل الذهب من طالع التقليد مشان يعني انه الطبقة الضعيفة يعني من الهيئة الانسان يقدر يشتري بدل الذهب عم يشتري تقليد مشان يلبسه. حلوين والله ما كتير بيفرقوا يعني كتير بيشبهوا فعلا بيشبهوا الذهب. أكيد هذا نفس موديل دهب حتى اللون ما بيروح يعني بسرعة مكفول اللون سنتين وأنواع يعني جيدة يعني من أنواع جيدة من أنواع الإكسسوارات. حلو كتير يعطيكم العافية. ولو شكرا. أنا بدي أسألك سؤال تاني. شو العادة اللي أنت بتعملها كشخص لحتى تكون سعيد يعني أنت مثلا عادة هواية أو طقس بتحس بس يكون مزاجك مو رايق بدك تعمله لحتى تروق أو تنبسط؟ لما بكون معصب او مالي رايق فبحب انه يكون بعيد عن العالم ابرك لحالي هيك مكان مثلا انه يكون عائلي او مكانك حلو يعني ما يكون فيه حدا فربع ساعه نص ساعه بروق برجع مثل ما كنت. خلص برجع العالم. طبعا اكيد. يعني فينا نقول انه الشيء اللي بيخليك تكون سعيد هو العزله انك تعتزل عن الناس شيء 5 دقائق 10 دقائق. اكيد 5 دقائق 10 دقائق مو اكثر طبعا بدون الناس لان ما بنحسن نعيش ما بنحسن نقدر. اكيد في شيء ثاني بتعمله كعاده مثلا يعني بس تعتزل بتاخذ معك مثلا مشروب مفضل او شيء مثلا او حتى شخص ممكن يهون عليك؟ هلا اكيد لما يكون واحد يكون في شخص قريب له انه يشرح له صدره مثل ما بقولوا انه يفشل له خلقه يعطي سره. طبعا اكيد اوقات الانسان بحب يكون انه لحاله ممكن هذا الشخص اللي بحبه وعلى طول بيشرح له قلبه يكون المشكله تكون معه فبيتفضل انه يكون لحاله بعد الاوقات. شكرا كثير لك ونهارك سعيد. تسلمي. شكرا. شناء قولي على قلبي عم تعطيني كلمات ومو مر علي شناء منين جيب لك يا هاي هلا الحلبية ايش اكثر شيء بيقولوا
كيف؟ أبوس روحك. أبوس روحك، أبوس شنقتك. شنق يعني سمعت مرة إنه مثل بوس كف الإيد. كف الإيد؟ لا، هلا صحن. شايف الصحن والشيك. شايفة ظبطتي يعني. يعني أبوس الشيك كله. المهم صحن، شنق صحن هو. مثلاً كلمات حلبية قديمة كتير. شنق. يعني حلبي أح. بحر. شو رح تردي له هلا آلاء؟ شفتشير. هاي صبوا فيها لبنية وهالقصص. أيوه. هاي. شفتشير هو أكبر منسف. عنا. التفتير هو منسف. منسف كبير. أه. حلو. التفتير شو عندكم بحلب؟ هذا مو تفتير، كفكير. كفكير. أه. هاي. إيه. كمثل معلقة طويلة مثل مغرافة يعني. مغراف. أه. حلو. أه. شو رح تردي له هلأ كلمة؟ والله لسه ما خطرة. معلش فكري، معك وقت. دبية. هشو هاي دبية. هي الصفنة التعجب. هي مثلا ساعديني يعني. دبية مثل غراض موجود بغراض البيت. دبية. ايه. مثل سلة يعني وبتحطوا بقلبها غراض. والله اصغر اعطيك الجواب. من غراض البيت. عجزة الله. شو الدبية ألا؟ الدبية هي كمان المعنى الثاني كمان رح تستصعب، تقلي المي. اها. أنينة المي يعني. شو بتقول لأنينة المي بحلب؟ كمان أنينة ولا في إلها اسم ثاني؟ بريق. بريق. شو رح تردي لها هلا بيان؟ أرمغان. أنتم تساعدوا بعض علي؟ نحن هلا ساعدناكي بكلمة دبية ما؟ رجعي حزري هيها. أرمغان. أرمغان. ساعديني شوي طيب. شوي حطي لي اياها بجملة. المشكلة أنا شرحت لها اياها مباشرة رح تعرفها. أنا قلت لك إنه من أغراض البيت يعني ساعديني شوي. طيب إذا بدك بعيد ميلاد حدا إيش تقدمي له؟ هدية. هي الأرمغان هدية؟ ما شاء الله عليك كلمة من الجنوب. عن جد كثير في مصطلحات غريبة عن جد. صعبة كثير. اختلاف اللهجات بقى. شو يعني كلمة جودلي؟ جودلي؟ حطه بجملة. جودلي ثقيل. جودلي ثقيل. انت ثقيل ما تعرفه. لا الثقيل بعرفه. لا الثقيل مثلا يعني انه شغله ثقيله او اي مثلا انه شاي ثقيل او شيء. جودلي والله لا هو راح يحصر كلماتي ولا انا احصر كلماته. قلت لك هالشيء. شو هو الجودلي يا سيدي؟ جودلي شو هو؟ الجودلي هو الحاف. الغطا. الحاف. عرفت شو هو الحاف؟ الحاف الغطا. الغطا اي الحاف الشتوي كمان في حاف أيوة. صيفي وفي حاف أيوة. شتوي هو الحاف هذا اللي هيك بيجي ابيض اي أيوة. كبير ايوه الجودلي هو الصيفي ولا الشتوي؟ الشتوي لان جودلي ثقيل هو محدد لك كمان حبلجه 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 انه سريع حبلجي قربت منها حبلجي مو معناته انه مثلا هو سريع بشيء او لا مو سريع لك اياها بجملة حطها بجملة شبيك مثل الحبلجة ليش متلبك مستعجل شو الحبلجة هي كلمة قديمة من نفس السلحفة بارد بليد بليد يعني انه هذا الدم تقيل بارد بطيء ايوه شو بدك تحذره اخر كلمة من حمص؟ لا اخر كلمة باي دي انا اقيله هيك كلمة صعبة شوي يلا فكر
أوح 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 لا حمصي أوح أوح اسعل القحس على أوح أوح حلوة ملعوبة بس حزرة يعني أوح إنه عم يأوح عم يسعل شو آخر كلمة من الرقة من حزرة ياها؟ شو هذه النتيجة أول شيء؟ آخر شيء آخر شيء بيلكون عن النتيجة هذه النتيجة لي أهوش لك أهوش لك؟ يعني إنه أهوش لك إنه أهوش لك أهوش لك إنه يعني مثلاً هيك إنه صرعة ضد جيشي أهوش لك أهوش لك يعني أشر لك أشر لك أخوفك إنه هيك أهوش لك أهوش لك يعني مثل إشارة النداء مثل إنه إشارة النداء اللوذة اللوذة يعني اللفة أو المكان اللي ممكن يتخبى فيه الشخص مظبوط 100% بدنا حماس بدنا حماس بدك تحذره كلمه صعبه صعبه لا صعبه يا الله عم تغششني على فكره عم حاول اتذكر مردويسة هي صعبه ايده مردويسة بس حاول تسهل له يا جمله مثلا يعني هي بتحكي عن حدث معنوي ما مو مادي يعني انه مثلا الامور بعنتاب مردويسة يعني على مبدا عويصه فايته ببعض يعني ايوه فايته اختلطت الامور بعضك يا الامور عويصه ببعض فايته ببعض عويصه عويصه لو كان قايل لك عويصه كنت حتعرف اي يعني نفس الشيء طيب شو بدك ترد له هلا محمد طب انا لحق لك قربت مليح يعني تمسك لا هي واحد قايل لك عليها مستحيل يعني بس من وعي حركات الجسد تبعه قربت مني انه هيك مضم ايدي على بعض بتغشش بدون ما تحس شو بدك تقول له هلا؟ اجقم يعني شلون بدي اشرح لك اياها هي بعرفها كمان عنها يعني بس طريقة الشرح يعني مثل ما بينتبه للشغلة او لا الاجقم هي توصيف خلقي لكن تنحكى بصيغه معنويه انه مثلا ما بيعرف يحكي ما بيعرف يحكي اجقم هيك عم بقول لك يعني من هالمبدا هي طيب عونطجي عونطجي يعني مشاغب كثير مشاغب كثير يعني مثل ما بقولوا على الولد عونطجي على هدول على وزن هدول الكلمات يا الله شو كان يطجحن يحطن يعني او لا سرد لك بقى سرد لك بلش يعطي على الثقيل هلا بلش على النعم بعدين على الثقيل لا عم هلا تمهيد اول شيء بعدين قصف عشوائي لا والله بس هيك صرت استحضر ايوه هلا اجى الوحي ايوه اعطيني شو توصيفها مثلا يعني انحكى انه مثلا اكس من الناس يطجحن يكذب لا هو يزيد بالسيلفة يعني يزيد عن الموضوع شيء هلا يطلع برات الموضوع لا هي انه طجحن يعني قاعد بلا شغله وعمله يعني انه قاعد بالبيت مثلا أيوة. او قاعد بس هيك من مكان لمكان عايش يعني على الله مثل حوام مثل هي لا 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 لا, لا. هي حوام الذكر تبع حوام يعني ايوه هاي طجحن هلا مصطلح الحوام حوامه ذكر انثى هي حوام ايوه حوام يعني هي طجحن يعني ذكر ذكر الحوامه ذكر الحوامه طب بدون بدون هو الأداة اللي بيحطه يعني هو شغلة بيحطوا فيها المي يعني وتكون كبيرة 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 يعني قالوا ما أعرف خلاص ما أعرف شو اسمه بس قالوا المي طيب شو بدك ترد له عبد العزيز عم بتسهل شوي والله أنا يعني لسه وخر ابعد سهل لك سهل شو لا طلع ما في حدا حابب يربح اليوم طب في كلمة هي أشهر كلمة عند أهل تدمر يعني معروفة والكل بيقولها دون استثناء وقال للأسف على هالكلمة أنا إشكاري إشكاري يعني ما لي علاقة إشكاري ما لي علاقة بعدين اختصرتها عملت لها جملة من عندي يعني
فعاد عملت لها اختصار صارت شكاري علاقة. يا أيوة اختصار من عندي هي. هي أنا اللي طالعتها يعني شكاري علاقة صارت أنا شكاري وما لي علاقة بس بكلمة واحدة. شكاري للشخص لما بيحكي عن حاله يقول شكاري، لما بيحكي لشخص ثاني يقول له شكارك. شو هي؟ بدأت الرجل يعني شرافة. جوز الثانية بدك لك جوز الثانية؟ أيوه شوف المصاري تسمعها. لا قولي للجوز ما راح أتجوز لأنه ما استجري. وش خلينا نتصل على الناس هذا ليش ينفع عليك تعمل؟